مساء الخير، ازيكم؟ الحقيقة أنا أشكركم جميعا لكل من دخل معانا على القناة عشان يعرف تاريخ مدينة 6 أكتوبر المهم جدا لينا جميعا، وإزاي ابتدأت المدينة. أنا النهاردة بتقابل بقى مش مع مدينة بدأت، ولكن مع شخصية بدأت من الصفر، بدأت بجنيه واحد، واحد من أصبح من كبار رجال الأعمال في مصر، وهو الأستاذ محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جي إم سي ومنتجاتها المعروفة لينا. الحقيقة الراجل دوت أنا كنت عملت معاه لقاء صحفي سنة 96 في العدد الأول من أكتوبر نيوز المجلة، وبدأت يعني أتعرف واحدة واحدة على رجال الأعمال، وكان من أولهم محمد جنيدي، لأنه من أول الناس اللي ابتدأت في مدينة 6 أكتوبر من 84 أو من أواخر 83 84، وأول واحد اللي بنى مصنع في مدينة 6 أكتوبر. أنا بتكلم وأوجه كلامي بالذات لأبناء الشباب، اتفرجوا على نموذج إزاي بنى نفسه رجل عصامي بمعنى كلمة عصامي. محمد جنيدي يتميز بذكائه الحاد، وده ساعده كتير جدا. هيحكي لنا تجربته وهو من أول وهو عنده 10 سنين لغاية اشتغل وهو عنده 10 سنين في تجارة الأقمشة. ووالده كان من كبار رجال الصناعة في الملابس الجاهزة، وخصوصا في البدل والقمصان، ولدرجة إن هو يعني كان شرف لي طبعا، إن الرئيس الراحل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان بيفصل بدله وقمصانه عنده، مش هو بس، هو ورجال الثورة كلهم. فكانت ادت له فرصة ان يلتقي بكثير من كبار الكتاب والصحفيين في هذا التوقيت، واحداث كتير انا مش عايز اقطعها. الحقيقة انا سعدت بهذا النموذج، هو ما كانش هينفع معاه اطلاق حلقة واحدة. انا هأذيع لكم دلوقتي الحلقة الأولى منه، وهنكمل بالأسابيع القادمة بإذن الله الحلقات، ونشوف هو عمل إيه وإيه اللي اتعرض ليه، وحاجات كتير قوي هنستعرضها مع بعض. هنا بجد أنا بسجل تاريخ جديد لمستثمرين 6 أكتوبر. مش هيبقى محمد جنيدي بس، لكن هيبقى في، يا رب يكون سامعني ويقبل، المهندس الأستاذ شفيق بيه بغدادي. وأنا الحقيقة كان لي علاقات وطيدة مع رحمة الله عليه الدكتور عبد المنعم سعودي، رئيس مجلس إدارة شركات سعودي، سوزوكي وكانت نيسان، عديد من الشركات. وهنتكلم مع أستاذ عادل بدير اللي كان مسؤول عن مدير المصنع هنا في 6 أكتوبر. يعني هنبدأ نفتح ملفات كتيرة بجانب تاريخ من دول برضو هم اللي بيمثلوا تاريخ مدينة 6 أكتوبر. إن شاء الله تبقى الحلقات الجاية مور انترستنج وأكثر متعة، وتساعدوا معانا ونحس بالتجارب الآخرين. الوقت أسيبكم مع أستاذ محمد جنيدي. أشكركم. معايا النهارده زي ما قلت لكم في المقدمه شخصيه جميله، شخصيه من رجال الاعمال اللي ممكن فعلا زي ما قلت لكم عصاميين وبدلوا نفسهم من نفسهم. في الحلقه دي انا هركز ان عرفنا بنفسه محمد بجنيدي، وازاي هو ابتدى مشوار حياته. وعلى فكره انا زي ما قلت لكم مشوار حياته انا سجلته معاه سنه 96،
ازاي بدأ مشوار حياته، وان هو طالب كان بيشتغل، ان هو طالب كان عايز يبني نفسه، ازاي كان بيروح كل الشغل والاتوبيس، وازاي وصل الى المركز ده كله. محمد بيه، اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك معايا في هذه الحلقة. وممكن تقول لنا، ممكن تقول لنا حضرتك، اشرح لي بالظبط ازاي بدأت حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكرك شكر جزيل جدا وعميق جدا انك انت اديتني فرصه ان انا ابقى معاك نتكلم شويه، ندي امل للشباب وندي فكره عن الجهد وازاي انك انت عشان تنجح لابد ان تحط اهدافك نصب عينك وانك انت تبذل كل الجهد ولا تيأس اطلاقا، لان حياتي كان فيها مطبات كثيره جدا والحمد لله تجاوزناها. كان اخر واحده اللي هي بقى في سنه 2000 دي، وقعدت فيها ممنوع من السفر 11 سنة، والحمد لله ربنا نصرني وكل قضايا خدت فيها براءات وابتدينا نشتغل تاني الحمد لله. أنا طول عمري من صغير كنت يعني بشوف الأولاد دلوقتي أولاد أهلهم بيتحايلوا عليهم عشان ينزلوا معاهم، لا أنا كنت ببقى لابس قبل والدي، يعني والدي بقى رايح حارة اليهود يجيب قماش ويشتري قماش عشان مصنع الملابس الجاهزة أو قسم التفصيل بتاعه، كنت انا تلاقيني لابس وقاعد مستنيه وبشبط فيه عشان اروح معاه، فكان ويلنج قوي ان انا اتعلم وخلافه، وكنا اقعد اسمع منهم كويس قوي واتعلم وخلافه، وكنا بنروح زمان كان مصانع الشرباجي كنت بروح معاه برضه، وكان بيبقى لي اراء مخالفه عن رايه، ده في مره اوري للشباب بس قد ايه انك انت لازم تتعب ولازم تشقى ولازم يبقى عندك استقلالية في قرارك وفكرك وإنك أنت تنطلق بدون الاعتماد على والدك ودون الاعتماد على أي حد، مع إن والدك ما يكونش هو عامل الأساسي إنك أنت إن هو يقوم لك حياتك، لا هو ممكن يكون يساعدك في بعض الأوقات. كنا في الشرباجي وكان في قماش معين أنا كان عاجبني جدا كذوق، وهو بقى كلاسيكي بيحب لا الحاجات السادة، فلما هو ما رضيش يسمع كلامي انا خدت تاني يوم رحت ركبت اتوبيس من شارع فؤاد او هو دلوقتي 26 يوليو لحد شارع ترعه السواحل في امبابه اللي فيها الشرباجي، ودخلت واشتريت توب قماش ب 10 جنيه، عملت جمعيه وقبضتها ب 10 جنيه ورحت، كان متر ساعتها ب 10 ساعة و20 قرش، ورحت فصلتهم، والقمصان دي الحمد لله ما خدش اسبوع 10 ايام، كان حوالي 25 قميص كلهم متباعين وكسبت فيهم يجي 20 جنيه، وده كان ساعتها وقتها حاجه كبيره قوي يعني. لدرجه والدي بعد كده حس ان كان ده قرار كانت كويس. سنة كام يا محمد بيه؟ احنا بنتكلم الكلام ده وانا عندي مثلا 10 سنين، يعني سنه 56 57. طب يعني يساوي ال 20 جنيه دول يوصل دلوقتي ايه؟ 200,000 جنيه بس. والدي بقى راح جاب كل القماش اللي انا كنت عاجبني وهو ما كانش عايزه وخده، كان فيه الحمد لله تحقق فيه ربحيه كبيره جدا وحققت نشاطه، وابتدى والدي احوز ثقته وابتدى يديني فرصه ان اعمل كده. كنا برضو بنروح نجيب من سوق الخضار في العتبه، كان في سوق ليبيا بيبيعوا البلغرات الكشمير واللامز وول والكلام من ده، كنت بروح اشتري منهم وابيع في محل والدي ريون صغير كده واخد منه، هو ما بيرضاش يشتغل في الحاجات المستورده. ولما كمان لما كنت في ثانوي كنا بنطلع رحلات لغزه، كنت بطلع مجموعه الطلبه زملائي يجيبوا لي جرفطات ترافيرا وزرايد شيلز اللي فيها الانيشال اسماء، كنا بيجيبوها من هناك بجنيه ونص وكده، وانا كنت ببيعها ب 2 جنيه ونص، وابتديت اشتغل من نفسي وابحث عن اشق طريق لذاتي وابقى ابقى حاسس ان انا القرش ده انا سعيد بيه جدا اكتر ما كان والدي يديني اضعافه، لكن لا انا ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. وبعدين سنه تقريبا جيت بعد كده اشتغلت في التعبئه العامه والاحصاء اول ما اتخرجت من كليه التجاره جامعه عين شمس، وكنا اول ناس نبني في مدينه الاوقاف، دي كانت عباره عن حقول كلها زراعه سنه 59 60، وانا دخلت كليه التجاره سنه 62، والحمد لله الاربع سنين متخرج بتقدير جيد وجيد جدا. وبعدين لان كان والدي على علاقه بالرئيس عبد الناصر كان بيفصل له قمصانه ويفصل لكل ضباط الاحرار، لان كان عمي
هو كان الثالث السياده الملكيه، وكان مش مسموح حد يخش عنده اقل من باشا. الباشا ده يعني ليه وانت طالع يعني. فجم لوالدي مجموعه ضباط بكباشيه كلهم معظمهم، وطلبوا ان هم يفصل لهم، وبدات العلاقه. وفعلا من سنه 49 50 ابتدى هو يبقى على يبقى يعرفهم، هم يعرفوه يقولوا. وبعد كده قامت طبعا الثوره، وهو كان بيروح للبيت في الرئيس، كان يحب دايما يقول له يا حسين انا احب اسمع اخبار الشعب من جهات، من جهه غير معروفه وجهه غير امنيه عشان ابقى مطمئن. فكان دايما والدي كل شهر دايما يروح، لان كان عنده مصنع ملابس ومصنع وقسم التفصيل، وعنده كان بيتعامل مع عمر فندي وستناوي وبيع المصنوعات وخلافه. وكان كل الناس طبعا في دام عبد الناصر بيفصل هنا، يبقى كل المسؤولين وكله بيجي يروحوا يفصلوا عند الراجل اللي هو يفصل عبد الناصر. اتعلمت السياسه كتير جدا، لان انا كنت غاويها وبقعد اسمعها. كان في اوضه لعب خالد عبد الناصر الله يرحمه وغيرهم، ما كنتش اقعد معهم دي الحقيقه، كنت بقعد في مكتب السكرتاريه بتاعه الرئيس عبد الناصر الله يرحمه محمد احمد. اتسمع بقى مين؟ حسنين هيكل، وجيه ابو ذكري، احمد بهاء الدين، موسى صبري، مصطفى امين، علي امين، تسمع بقى فطاحل يعني الحقيقه. وبعدين عبد المحسن ابو النور وعلي صبري وشعراوي جمعه. وبعدين كان في وزير خارجيه كنت انا معجب بيه الحقيقه بشخصيته، كان اسمه محمود رياض او محمود فوزي، كان مندوبنا الدائم في الامم المتحده. فشربت كتير قوي السياسه من قعدتي معاهم. وبعد كده دخلت كليه التجاره، فانا يعني جه الحقيقه ما كنتش عاجبني القرارات بتاعت الرئيس جمال بالتأميم. قلت له اتكلم معايا وبدردش معاه كده، وبعدين بقول له يا فندم ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة حياة الدنيا، وانت بتاخد المال من الناس، طب هتشتغل ازاي وهيشتغلوا ازاي للدولة؟ يعني لابد الواحد، انا شخصيا لما كنت ببيع بالوفر انا دافع ثمنه ومكسبه داخلي، غير لما كنت ببيع بالوفر بتاع والدي، احساس تاني خالص انك انت كسبان وانك انت بتشتغل وهو كلام. فقلت له كده، فقال لي يا ولد انت عشان والدك القطاعي بيهزر معايا. لما اتخرجت هو عيني في الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاءات 7 سنين. والدي كان عنده عربيتين، واحده 2300 وواحده 1600، كنت ساعتها ما بنعرفش بقى كل العربيات اللي بنسمع عنها دلوقتي، كان هو النصر، عربيات النصر مفيش غيرها، النصر 1100 و1300 و2300. كنت اسيب عربيه والدي اقول لا، كان عندي احساس ان انا بذاتي ان انا لازم احافظ على كرامتي. هيقول لي انت بتستهلك بنزين بكام وانت اصلا بتاخد 17 جنيه في الشهر، وبتروح بروح اركب 99 اروح ميدان التحرير. انا بقى عشان الشباب يبقى عارف انا مش دلوقتي، لما كنت لسه في كتكات مش كده؟ انا ساكن في شارع احمد عرابي في عماره والدي، شارع احمد عرابي ناصر شارع الرشيد. وكنت بركب من شارع احمد عرابي لحد ميدان التحرير اتوبيس برقم 99، لسه فاكر اسمه رقم. وانزل ميدان التحرير اخد 54 بشرطه او من غير شرطه يوديني لحد العباسيه، وانزل من العباسيه اخد مصر ثالثه لمدينه نصر في جهاز مركز التعبئه والعمل والاحصاء، 3 مواصلات عشان اوصل، عشان والدي ما يجيش اخبط له العربيه ولا بتاعي يقول لي انت ازعق لي او حاجه. وارجع بنفس حاجه، كنت ببقى رجل على الاكسدام ورجل على السلم بتاع الاتوبيس. وبعد كده لقيت طبعا لما خطبت لقيت 17 جنيه مش جايبين تمنهم. كان لازم عشان تتجوز وناس محترمين يقبلوك لازم تكون موظف حكومه، كان ساعتها كده مفيش حاجه اسمها راجل اعمال، كان اقصى حاجه اسمه تاجر. فانت تبقى تاجر او ابن تاجر مستقبلك مش مضمون، احنا عايزين موظف عارف بياخد مرتب كام ومعاشه كام وهكذا. ففضلت 7 سنين لحد ما خطبت واتجوزت. ومناسبه الجواز انا قعدت 3 سنين ابني في نفسي، ورفضت والدي اداني شقه في العماره بتاعته، ودي كان ساعتها بيدفع مقدم 400 جنيه بس بتخصم من ايجار يعني مش اكتر او اقل. انا رفضت ان هو يساعدني واعمل بيت يجيب الاجهزه والحاجات دي كلها. وانا قعدت 2 سنين ابني في نفسي لحد لما جبت كل حاجه، و
وعملت الفرح بتاعي في نادي الشرطة، كان ابن عمي ضابط شرطة عملوا لي هناك عشان يبقى رخيص، وكان كل من أملك 1100 جنيه سنة 74، وأنا عندي جبت بيها عربية 128 موديل 71، وطلعت أبديت أسبوع عسل. طبعا ما عندناش بقى شهر والسفر خارج الكلام اللي بنشوفه دلوقتي في المعمورة، كان عندنا شقة هناك كنت طلعت فيها، ورجعت بعت عربيتي لأني استلفت من أخويا 100 جنيه الله يرحمه عمر، واستلفت من والدي 100 جنيه عشان أقضي بيهم أسبوع العسل. أول ما رجعت بعت العربية وديت لوالدي وديت لأخويا ال 100 جنيه بتاعتهم، بقى معايا بعتها بقى ب 1600 جنيه، بعتها بقى معايا 1400. ابتديت أقرر إن أنا أشتغل في أمات، أنا أجيب تاكس واشتغل عليه وأنا رايح جاي من جهاز التعبئة والإحصاء. مش عيب إطلاقا الواحد يشتغل أي شغلانة شريفة بس يبني نفسه. فوالدي قال لي لا هجيب لك عربية وأكمل لك عليها، جاب لي 124 ب 1500 جنيه، وفوجئت بقى بعد ما جابها لي إن العربية مش موديل 70 دي مقلوبة وعندها مشكلة، والعربية موديل 67. والدي كان مسالفني 600 جنيه، لما بعتها ب 900 جنيه خد ال 600 جنيه بتوعه، بقى معايا 300 بدل 900 للأسف الشديد. فابتديت دي بقى يعني أول ضربة ليا وتمثل تلات أرباع رأس مالي كله يعني. ابتديت تاني وقلت أنا لازم أعوض بقى، ده سبب اتجاهي إلى إن أشتغل في العربيات، أعوض اتجاهي إن أنا أدرس سوق العربيات وأخش فيه وأنجح فيه. وبالفعل اتعرفت بواحد ضرير كان مدير عام في شركة سورناجا، واللي كان بيشتغل في العربيات، وبعدين لما أصيب بالضرر بقى بيشتغل وسيط في العربيات، علمني شراء العربيات ازاي. وهو وفي خلال 3 أشهر كنت معوض خسارتي ومحقق أرباح حوالي 1000 أو 1500 جنيه، وده كان بقت حاجة كبيرة قوي. بقيت أراكب عربيات، بقى عندي عربيتين ريكورد أوبل ريكورد موديل ما بين 58 و 61. أنا بقول للشباب عشان ما يكسفش وما يحرقش وما يعمل وهو، المهم تبقى شريف وتكسب بشرف وتعيش بدراعك. والحمد لله ابتديت اشتغل كده، وبعد كده قررت ان انا اعمل معرض جنيدي لما بقيت سنتين اشتغل في العربيات كويس. معلش يا محمد بيه ثانية واحدة، معرض جنيدي يا جماعة موجود حتى الآن أو كان موجود في شارع عرابي في النصر، نفس العمارة بتاعتكم في شارع رشيد مع أحمد عرابي، مظبوط؟ مظبوط مظبوط. أنا عملت في سنة 76 76 عملت ايه بقى؟ لان امكانياتي محدوده، فقلت لوالدي هنفضي نطلع شقه من تحت من سكان نطلعهم في شقه، في شقه تفضى في الدور الاولاني، وانا دي اهدها واعملها معرض. لك ان تتخيل ان فوق الشقه ب 6 جنيه تحت ب 5 جنيه ونص. الراجل عشان يطلع فوق قال لي لا انا هدفع 5 جنيه ونص، ووالدي رفض، قلت له انا اللي هدفع ال 50 قرش من جيبي ونطلعه. طلعت الراجل طبعا، هديته وعملت المعرض كله بحوالي 23 ألف جنيه. والدي أنا كان بقى كل اللي قدرت أكونه 10,000 جنيه، ووالدي حط 13,000، وفتحنا المعرض. فلقيت المعرض هيبقى سيارات بس كده مفيش، فابتديت أشتري الأجهزة المنزلية، وعملت إعلان صغير في الجورنال نشتري أجهزة منزلية جديدة بالكرتونة. فابتدى يجيلي الموظف بقى بتاعي وهو رايح يشتري عربيه سوزوكي ويلف بيها، كان بيجي لي الساعه 2 الصبح بيخلص لفته 2 صباحا واحنا قافلين المعرض على 10 10 ونص، اقوم انزل له الساعه 2 الصبح في حوش العماره بتاعتنا، استلم منه في بقيه الفلوس لو كان فيه، واستلم ونحط الاجهزه في الـ في الـ في الـ في السلم لحد الصبح ما يدخلوها جوه، واطلع انام واقوم الساعه 6 عشان انزل اروح مدينه نصر الساعه 8 اكون في شغلي وارجع تاني. لما لقيت بقى المعرض مش كويس ودينا وده بقى ربنا رزقني بيه، قدمت استقالتي في جهاز مركز التعبئه والاحصاء وابتديت اشتغل. 78 لقيت واحد بنزل اعلان بيقول له عايزين تاخدوا حاجه من ايطاليا. انا بقول للناس عشان تفتح مداركها وتعرف ازاي الناس ممكن تكون نفسك ازاي. فطلبت في التليفون قلت له طب انا عايز استورد اجهزه منزليه،
اتضح ان هو كان خريج 65 تجاره عين شمس، واحنا كنا مع بعض لمده سنتين في كليه التجاره، وهو كان مدير مالي مصر الطيران في روما، وخد اجازه بدون مرتب، فتح مكتب لاداره اعمال ان هو ياخد بقى يساعد المصريين في الاستيراد من ايطاليا. وطلعت فعلا سنه 78 وخدت توكيل كندي. كندي دي شركه كبيره جدا ومحترمه جدا، وجيت ابتديت اشتغل بقى في مجال الاجهزه المنزليه. لما رحت زرت المصانع هي اتعلمت حاجات. كان هوفر في انجلترا في لندن الحقيقه كانوا عازميني، رحت ازورهم، فوجئت بالمدير العام للعلاقات العامه الامريكاني حاطط العلم المصري على المبنى. فتعلمت منه ان اي زائر يجي لك اجنبي تحط ساري بتاعك، حط ساري على باب المصنع، حط العلم بتاع بلده، ليها انطباع معنوي اهم جدا، ويساعدك جدا في انك تبني صداقه مع الناس ويبقوا عندهم قابليه انهم يشتغلوا معاك. وفعلا تعلمت منهم كتير. وبعدين بعد كده قلت الله، طب ايه المانع ان انا شفت المصانع ان انا اعمل مصنع زي ده؟ فابتدي فكرتي بقى ان انا اعمل مصنع. محمد اسم حضرتك، انا هتوقف هنا عشان احنا الوقت يبقى لنا 25 دقيقه، وانا عارف ان عندك واجب عزة وعايز تنزل دلوقتي، لكن انا هستكمل بدء علاقتك بالصناعه، بدء الصناعه في الحلقه القادمه باذن الله. وانا عارف انك انت كنت من اوائل او الناس اللي راحوا لاكتوبر سنه 83 علشان تدور على ارض مصانع. مظبوط، ان شاء الله باذن الله هيكون لقائنا القادم عن هذا الموضوع باذن الله. اشكرك جزيل الشكر، وحضرتك الحقيقه شرفتنا ونورتنا، وارجو ان الشباب فعلا يتعلموا من تجربه حضرتك اللي هامه جدا جدا جدا. اشكرك يا محمد بيه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. جزيل شكري وعظيم امتناني ليك، شكرا جزيلا. العفو، فندم شرفتنا يا فندم، الف سلامه. أظن الوقت أنت شفتم قد إيه اللي بيتكلم ببساطة شديدة عن تاريخه، وواثق من نفسه، وواثق من عمله، وواثق من بابا والده، والناس إزاي ساعدوه، مش مكسوف إنه يقول أنا بدأت بجنيه أو نص جنيه، أو كنت بركب الأوتوبيس، أو كنت بتحرك إزاي، إزاي وصلت للمكان اللي أنا فيها دلوقتي. وهم دول شبابنا لازم يعملوا كده، إذا كانوا عايزين يكبروا ويطوروا نفسهم لازم يجتهدوا، وهذا هو كان مثل الاجتهاد. وإن شاء الله وبإذن الله نلتقي معاه في الحلقة القادمة عشان نستكمل مشوار حياة أحد المستثمرين المميزين في أكتوبر، وكمان إزاي كانت المدينة الصناعية لما جم سنة 83 وبدأوا إيه يشتغلوا فيها وحتى الآن. أشكركم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم.